الراقي، التهوية دائما هي الأولى. التصمم الغذائي وكيفية الوقاية من الأسبوع هذا فيه كل المحاور اللي تتعلق بصحة المواطن، لأنه الهدف نتاعنا هو الوصول إلى ثقافة وقائية صحية قبل ما نوصل للثقافة العلاجية. الحملة الوطنية اللي أطلقتها الوزارة على مستوى التراب الوطني وتقود خاصة ولاية يعني فتية بتعداد سكانية أكثر من 370 ألف ساكن، وأنتم تعلمون أنه رغم الحرص مديرية الصحة ورغم حرص المستشفى إلا أنه تبقى المعلومة ناقصة، وبالتالي هذا لما الخروج للفضاء كما هكذا راح تستقبل عدد كبير من السكان.